شايفك انت اللي عاوز تخس من غير ما تحس، تابع الفيديو ده للنهاية. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكون دايما بخير وبصحة وسعادة. ان شاء الله في الحلقة دي هقول لك على كام طريقة تقدر تحرق بيهم دهون وانت قاعد في البيت. اول طريقة معانا اللي هو التنفس، يعني تتنفس باستمرار وبطريقة منتظمة، يعني تخلي الهواء اللي طالع اكتر من الهواء اللي داخل. دي اول طريقة. تاني طريقة معانا، وانت قاعد مكانك حاول تتنفس بالطريقة اللي قلنا عليها في المرة الاولانية، بس زود عليها حركة واحدة بس، اضغط او شد عضلات البطن او اي عضلة في الجسم، يعني مثلا شد عضلات الايد، الرجل، البطن، اي عضلة، وتنفس باستمرار. يعني مثلا خلي الهواء اللي طالع اكتر من الهواء اللي داخل. الطريقة دي ممكن تجيب معاك وممكن تحرق دهون على الاقل من مهلك. تالت طريقة معانا اللي هي النية. خلي في نيتك انك عاوز تخس لله، انت ربنا ادالك الامانة دي، انت بوظتها عن طريق قعدت بتحب الاكل، قعدت تاكل كتير، ما بتعملش رياضة، ما بتتحركش، على طول نايم في السرير. خلي النية بتاعتك تكون لله، انك ترد الامانة دي زي ما انت اخدتها واحسن بزيادة. يعني مثلا خلي النية بتاعتك انك تقابل ربنا بجسم كويس نشيط، ما فيهوش اي امراض، ما فيهوش اي كسل، خليك نشيط دايما. اما بقى لو انت عاوز تخس علشان المجتمع مش متقبلك او بتقول ان شكلك وحش، لا انت شكلك حلو بس ما تخسش. لو انت نيتك انك عاوز تخس علشان شكلك وحش او المجتمع، لا ما تخسش، انت شكلك كويس على كده. خلي نيتك تكون خالصة لله وانت ربنا هيعينك وهتخس ان شاء الله. رابع خطوة معانا، انك تبعد عن الفواكه المسكرة. ابعد مثلا عن البلح، ابعد مثلا عن العنب، اي فواكه مسكرة. يعني مثلا ممكن تاكل الى حد ما ممكن تاكل تفاحة او موزة، بس دي تعتبر وجبة كاملة. دي تعتبر ايه؟ وجبة كاملة. لو انت عاوز تزود ماشي، بس خليك حنين كده وانت بتزود. انا بتكلم على الناس اللي هي عندها زيادة في الوزن، ممكن تعمل الخطوات دي. اما الناس اللي بتروح جيم وبتكون عضلات والحاجات دي، لا، الفيديو ده مش ليكم، وما تسمعش الفيديو دي ليه؟ مش عشان مش ليك اصلا، يعني انت اصلا لازم تمشي على نظام غذائي صحي وتمنع كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. تاني حاجة معانا، ابعد عن اي حاجة بتفكرك انك عامل دايت او ماشي على رجيم. يعني ابعد عن مثلا لبس الدايت، ابعد عن سكر الدايت، خليك ماشي طبيعي. ما تفكرش جسمك انك ماشي على نظام غذائي صحي، ما تفكرش اي حد بيفكرك او بيلومك انك تخين ما تمشيش معاه. ايوه. تاني طريقة، ما ينفعش تعمل دايت قاسي جدا، لان جسمك في الحالة دي بيقوم عامل زي الجمل. ايوه، عارف الجمل؟ الجمل بيعمل ازاي؟ سفينة الصحراء بيعمل ازاي؟ بيبقى عارف ان هو بيقعد فترات طويلة بدون اكل، فبيعمل ايه؟ فاول لما بيجي ياكل جسمه بيخزن الاكل، وبعدين لو هو في المناطق البعيدة ومفيش اكل بيبدأ يهضم اللي هو كان مخزنه. فجسمك هيعمل كده بالظبط. ازاي؟ يعني انت هتعمل نظام غذائي قاسي جدا، فاول لما تيجي تاكل جسمك هيخزن الاكل ده، مش هيهضمه دلوقتي، لا ده هو هياخد ويخزن، هياخد ويخزن، هيبقى في العقل مبرمجه على انه بعد ما ياكل ما عادش هيبقى في اكل خالص، فيبدأ الجسم يخزن علشان وانت اثناء الدايت القاسي جسمك يقدر يلاقي اكل يهضمه علشان الاعضاء والعضلات دي ما تتلفش. تاني طريقة معانا، لو كل الطرق اللي فاتت دي مش نفع معاك، او لو انت من النوع اللي ما بتعرفش تقلل الاكل ولا بتقدر تمنع نفسك من اي مأكولات او اي مشروبات، على الاقل يا سيدي اعمل حرق زيادة. يعني مثلا انت لو كنت بتمشي مثلا نص ساعة في اليوم، خليها ساعتين، مرة في مرة هتخلي الساعتين ثلاثة، مرة في مرة هتخلي 3 ساعات 4 ساعات، يعني خلي كمية الحرق تكون اعلى من الاكل اللي داخل. تاني طريقة معانا بقى، لو كل الطرق دي مش نافع معاك وامرنا لله، نعمل دايت ونلم نفسنا شوية، يعني نمشي على نظام غذائي صحي. حتى بص يا سيدي، لو انت هتمشي على نظام غذائي صحي ما تعملش رياضة، اهم حاجة تمشي على نظام غذائي صحي، تاكل اكل صحي، يعني مثلا تاكل جبنة، بيض، عيش،
عيش برده، عيش بدقيق، اي حاجه. ممكن تاكل فواكه، خضروات، رز. ما تمنعش الرز من الوجبات الاساسيه بتاعتك، ما تمنعش العيش من الوجبات الاساسيه بتاعتك، ما تمنعش الخضروات، ما تمنعش الفواكه المسكره. انا عاوزك تاكل جميع المأكولات والمشروبات في نظام غذائك الصحي. يعني تخلي في كل وجبة بتاعتك، يعني مثلا وجبة الفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء، تخلي فيها 3 مكونات رئيسية: بروتين، كربوهيدرات، ألياف. بروتين لازم يكون نص الوجبة، النص التاني بيبقى عبارة عن كربوهيدرات وألياف، تمام؟ دي تخليها كده حاجة ثابتة في نظام غذائك. يعني خلي مثلا دي مثلا الوجبة بتاعتك، الطبق ده خلي نصه بروتين والنص التاني عبارة عن كربوهيدرات وألياف، تمام كده؟ تمام. أما الطريقة التانية دي بقى، لو أنت مكمل معايا الفيديو للآخر، عاوز تعرف الطريقة الصح، وعاوز تخس بقى بطريقة مظبوطة، وعاوز تخس بسرعة، وعاوز يكون جسمك مشدود كده ومتناسق، هتعمل إيه؟ أول حاجة هتعمل نظام غذائي صحي اللي إحنا قلنا عليه. هتجيب طبق كده وتخلي نص بروتين والنص التاني عبارة عن كربوهيدرات وألياف. تاني حاجة هتعمل الرياضة بتاعتك تكون على نظام مستمر، يعني مثلا تثبت الميعاد بتاعك، يعني مثلا كل يوم الساعة 6 الصبح هقوم أجري، مثلا ما بتقومش الصبح بتقوم بالليل، هتقوم مثلا تقول الساعة 6 المغرب هقوم أجري لمدة نص ساعة. لازم تخلي الميعاد ثابت. تاني حاجة تشرب مية كتير خلال اليوم، لازم تشرب على الأقل، وبالجو الحر ده لازم تشرب على الأقل 3 لتر في اليوم. ما تشربش الـ3 لتر كلهم مرة واحدة، علشان ممكن يحصل لك عملية سمية من المية. أيوة، ممكن يحصل لك تسمم من كمية المية الزايدة على الكلى. فلازم تقسم المية دي على مدار اليوم، يعني مثلا من الصبح للظهر هتشرب فيهم 3 كوبايات مية، من الظهر للعصر هتشرب فيهم 2 كوباية مية، من العصر للمغرب هتشرب فيهم 4 كوبايات مية، ويتقسم كده على مدار اليوم. وبكده ان شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة جدا، بس تتبع نظام غذائي صحي وتثق في ربنا ان هو ان شاء الله هيخليك في احسن صورة، وكن نيتك خالصة لربنا، وان شاء الله ربنا هيساعدك وتوصل للي انت عاوزه باذن الله. وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم. نشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.